إلى ذلك أبدى عدد من المستهلكين ارتياحهم من الخطوة التي قام بها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وذلك بتوزيع شعار الإعفاء الضريبي فات فري على كافة المحلات والأسواق التجارية والقيام بوضعه على السلع المعفاة من القيمة المضافة. الزميلة خولة القريني زارت بعض الأسواق التجارية واستطلعت آراء المستهلكين وجاءت بالتقرير التالي. توجه إيجابي قام به الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، يسعى بالدرجة الأولى إلى تعريف المستهلك بكل سلعة تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، حيث قام الجهاز بتوزيع ملصق على كافة المحلات والأسواق التجارية ليتم وضعه على السلعة المعفاة. الفكرة ممتازة، تسهل الكستمر اللي قاعد يتسوق إنه يعرف هاي المنتج عليه ضريبة أو معفي من الضريبة، وبعد يخلي الكستمر مطمئن من السوبر ماركت لأنه عنده خلفية أو عنده معرفة إن هذا المنتجات كلها عليها ضريبة وهاي المنتجات معفية من الضريبة، فبتخلي الكستمر عنده اطمئنان ويشتري براحة. بعض السلع موجودة عليها القيمة المضافة والبعضها مو موجود، هاي وايد حبيت الموضوع إن إحنا نكون على يعني رؤية إن في بعضهم اللي موجود القيمة وبعضهم مو موجود، ويخدم المستهلك وايد، يعني ما تروحين أنتي على الكاشير وعندك مشكلة أنت ما تعرفين الموضوع شنو مثلاً. كمستهلك وايد سهلت علينا الأمور، أقدر أميز طبعا انا اقدر اختار في اشياء يمكن ما استطيع ان انا مثلا اتحملها، بس بالعكس يعني اشوفها وايد مفيده، وايد وضحت هاي ان اعرف انا قبل ما اشتري شنو هاي، هل تشمل الضريبه او لا. الشراكه الايجابيه مع المؤسسات التجاريه في تبيان السلع المعفاة للمستهلكين تمنح المستهلك الفرصة للتعرف على تلك السلع ليتسنى له تحديد قراراته الشرائية. إيجابية بطاقة التعريف إن أنا كنت في شهر 11 ما كانش في حاجة عليها فات أصلا، فأنا ما كنتش حاسس بفرق خالص، لكن دلوقتي أنا هعرف إيه السلعة اللي عليها فات أو إيه السلعة اللي عليها ضريبة وإيه السلعة اللي ما عليهاش ضريبة، فده ممكن يخليني أفرق بين السلعة دي والسلعة دي. يخدم المستهلك لكوننا إحنا يعني لما نطبق النظام الضريبي ما نعرف شنو الأشياء اللي عليها التاكسز لما نروح نشتري بشكل هذي، على الأقل هني كمستهلك أعرف إذا هذه عليها ضريبة اللي هي الفات أو ما عليها ضريبة، علشان على ضوء ذلك أختار البضاعة اللي تناسب ميزانيتي بالضرائب ذلك. وهي شيء صراحة تشكرون عليه ونتمنى أن يعني يتم بعد في البرادات الأخرى، أنا شفت الحين في يعني كذا برادة وإن شاء الله أشوفها في برادات جميع برادات البحرين الموجودة في المملكة. فإن هي حاجة ممتازة بصراحة، لأنه الضريبة حاجة جديدة إحنا لسه مش متعودين عليها، والواحد بيكون عنده دايما ميزانية وهو بيشتري، فيكون عارف بس انه المنتج اللي هيشتريه ممكن يدور له على بدائل او لا اذا عليه ضريبة قيمة مضافة. يعني انا شايفة انها صراحة خطوة ممتازة ان احنا واحنا بنشتري نبقى عارفين، كل واحد يبقى عارف في ضريبة او لا. التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة، وذلك بحث المحلات والأسواق التجارية على وضع شعار الإعفاء الضريبي ليكون في مكان ظاهر للمستهلكين، بالإضافة إلى وضع شهادة التسجيل التي تخول لهم حق تحصيل الضريبة. أمام المنتجات غير المعفاة من القيمة المضافة يلعب دورا كبيرا في إيضاح الصورة كاملة أمام المستهلك. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.